زماني وقفت وانا اتأذيت. انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهلا لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. الحقيقة انه اعلى مراتب العبادة عند الصوفية هي الحب. وحلقتنا او فقرتنا هذه الليلة مع الدكتور احمد حسن، استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة بورسعيد والاستاذ الزائر بجامعة كومينيوس، برحب بحضرتك ونبدأ رحلة الحب في قارب من الصوفية. ف كيف وأين أول إبحار لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك جزيل الشكر، والشكر موصول لإدارة القناة، فريق إعداد برنامج حكايات من التراث. الشكر موصول على العمل الراقي اللي بيقدمه هذا البرنامج، ومن بركم الثقافي الكريم، وكذلك لتسمحوا لي أن أقدم خالص التهاني للسادة المشاهدين. نحن في النصف الأخير من شهر شعبان المبارك وعلى مشارف شهر رمضان المبارك. كذلك قبل البدء لتسمح لي في عجالة أن أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد على الدعم المادي والأكاديمي لكل الباحثين في جامعة بورسعيد الذين يتجهون إلى مشروعات بحثية مشتركة مع جامعات أوروبية. فالشكر موصول لسيادته على الدور الكبير في تطوير جامعة بورسعيد الوليدة. أما بخصوص سؤال حضرتك، في الحقيقة علينا أن نعود إلى البدايات الأولى للتصوف الإسلامي، تلك البدايات التي بدأت في القرنين الأول والثاني الهجريين. في هذه الأثناء بدأ أولا المتصوفة في إثبات أن فكرة الحب وليدة ومستمدة من الإسلام، أي من القرآن الكريم والسنة النبوية. ولنا أن نتذكر في ذلك التوقيت لم تكن الفلسفات اليونانية خاصة والفلسفات الشرقية قد ترجمت إلى اللغة العربية، وبالتالي نحن نتحدث عن فلسفة إسلامية خالصة في التصوف الإسلامي هي ناتجة عن البيئة الإسلامية دون أدنى مؤثرات خارجية من الفلسفة اليونانية أو ما شابه ذلك. بدأ المتصوفة في الرجوع إلى الآيات القرآنية، القرآن الكريم أولا، ليشيروا وينبهوا إلى أن مصطلح حب بمختلف مشتقاته قد ورد في القرآن الكريم تحديدا 83 مرة. الله. مصطلح الحب ورد في القرآن الكريم 83 مرة. في أغلب الآيات سنكتشف أن مصدر الحب هو الله، فهو الخالق الذي خلقنا، وبالتالي يكون الحب قادم من الخالق إلى المخلوق. لكن المتصوفة أيضا سيركزون على آية أخرى، يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآية الأخرى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه الآية تثبت لدى المتصوفة بما لا يدع مجالا للشك أن الحب متبادل بين الخالق والمخلوق، بين الله والإنسان. ولكن مقاطعة صغيرة، ولكن حب الإنسان لله بالتأكيد يختلف عن حب الله للإنسان، من هو في مرتبة أعلى وأقوى عندما يحب يختلف عن حب من هو في مرتبة أدنى يتطلع للسمو والرقي ويعني والرضا من الإله. صحيح، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزرع حبه في قلب المخلوقات. فنحن نحب الله بفضل من الله وبمنة من الله، وهذا يدخلنا فيما يسميه المتصوفة بالمقام والحال. المقام أي أن تجتهد
في الوصول إلى الهدف كالتوبة كالذكر ما شابه ذلك، لكن الحال، فبالتالي يكون المقام هو جهد بشري في الطريق إلى الله. أما الحال هو منة إلهية ترد على قلب المؤمن، ترد على قبض الإنسان، ترد على قلب العبد. بعد ذلك سيبدأ المتصوفة في الرجوع إلى السنة النبوية لإثبات مشروعية فكرة الحب الإلهي في الإسلام. وهيستشهدهم في الحقيقة بحديث مهم جدا للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان عدد من الصحابة عند الرسول وكانوا يجتمعون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيدخل عليهم شخص لا يعرفونه، فيقول نص الحديث: فدخل علينا شخص حسن الوجه جميل الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه. لنا أن نتذكر أننا نتحدث عن ما قبل 1400 سنة. فبالتالي حينما يدخل شخص على هؤلاء وهم لا يعرفونه وهو ليس من المكان ولا يرى عليه أثر السفر، فهذه علامة تعجب كبيرة. فيسأل هذا الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فيجيب الرسول عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تفعل كذا وكذا أركان الإسلام، ثم الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، ثم ما الإحسان؟ وهنا يتوقف المتصوفة كثيرا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وهذا هو المدخل الأول لباب الحب عند الصوفية. بعد ذلك سنتجه مباشرة إلى التصوف في القرنين الأول والثاني الهجريين، لأن كما ذكرنا مفهوم الحب بدأ في اللحظات الأولى المبكرة للتصوف في القرنين الأول والثاني الهجريين، ويستمد أثره ويستمد أساسه من الأسس الإسلامية ممثلا في القرآن الكريم والسنة النبوية، لكن المفهوم سيتطور بعد ذلك. وكانت مصر مركز إشعاع في هذين القرنين. صحيح. في فترة مبكرة. ماذا حدث في القرن الثاني على وجه التحديد؟ في القرن الثاني الهجري كان التصوف قائما على مبدأين: المبدأ الأول هو مبدأ الخوف، والمبدأ الثاني هو مبدأ المحاسبة. الله يفتح على حضرتك. ماذا يعني الخوف؟ الخوف أن يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى فلا يقع في الإثم، نتيجة أن العبد يخاف الله فيخشى العقاب. فبالتالي يكون المبدأ الأول في التصوف هو الخوف من الله، ثم مبدأ المحاسبة. والمحاسبة تعني باختصار شديد جدا أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يحاسب. صحيح. ومن هنا كان التصوف في البدايات قائما على هذين المبدأين. ثم حدثت نقلة نوعية ابتداء من عام 150 هجريا فيما يسمى بمدارس الزهد، أن تحول التصوف من الاعتماد على مبدأ الخوف والمحاسبة إلى أن يكون قائما على الحب. وحدث ذلك تحديدا مع الزاهد المتصوف إبراهيم ابن أدهم المتوفي عام 161 هجريا. ولإبراهيم ابن أدهم مجموعة من النصوص في هذا الإطار لتسمح لي أن أستشهد ببعض أقوال إبراهيم ابن أدهم: لو أن العباد علموا حب الله عز وجل لهم لاشتغلوا بالله عمن سواه. إلهي لقد وهبت لي حبك، لقد وهبت لي حبك. فالحب قادم هبة من الله سبحانه وتعالى. وآنستني بمذاكرتك وفرغتني للتفكر في عظمتك. فيبدأ التحول في التصوف من الخوف والمحاسبة إلى الحب مع إبراهيم بن أدهم. وبعد إبراهيم بن أدهم مباشرة سنجد ذلك مع معاصرة إبراهيم ابن أدهم رابعة العدوية التي توفيت عام 185 هجريا، التي أخذت لقب شهيدة العشق الإلهي طبقا للكتاب الذي قدمه الدكتور عبد الرحمن بدوي. أما في مصر فهناك أمرا في منتهى الأهمية. نجد في أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث متصوف مصري شهير
يسمى زنون المصري. قبل زنون معنا مسجد الحسن أبو الحسن سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميصرة بالقرب من ساحل البحر الأحمر. الحب باب القبول وطريق الوصول وأصل الأصول. يعني من الأماكن اللي يعني بيحج إليها كثير من المصريين تبركا وحبا في الصلاة في هذا الجامع تحديدا. نعم صحيح. تفضل. فنجد في زنون. مصر زنون المصري في القرن في أواخر بيظهر زنون المصري. هو توفي عام 246 هجريا. وتذكر لنا المصادر التاريخية أنه عاش ما يقرب من 70 سنة تقريبا، أي أنه كان موجود في مصر في أواخر القرن الثاني الهجري. زنون المصري هو مصري النشأة والمقام، هو من مدينة إخميم في صعيد مصر، وكان على دراية باللغات الفرعونية القديمة كما أنه قد تعلم اللغة العربية وكتب وقدم أقواله باللغة العربية. زنون المصري بيقدم أفكار وأقوال في الحب الإلهي وفي العشق الإلهي، فيقول من ضمن أقواله عبارة في منتهى الأهمية وتظهر في لحظة مبكرة: إلهي أدعوك في الملا كما تدعى الأرباب، وأدعوك في الخلا كما تدعى الأحباب. فأقول في الملا يا إلهي، وأقول في الخلا يا حبيبي. الله الله. ثم نجد مع زنون المصري طفرة أخرى، أن زنون المصري قد ربط ربطا مباشرا بين الحب من ناحية والمعرفة من ناحية أخرى. ولكن المعرفة عند زنون ستأخذ معنى مختلف عن المعرفة النظرية التي نعرفها من خلال مطالعة الكتب والبحوث وما شبه ذلك، لأن المعرفة عند زنون تعني أن مصدر المعرفة هو الله، ومحل هذه المعرفة هو قلب العابد أو قلب الإنسان، وأن هذه المعارف تأتي من الله مباشرة إلى قلب العارف. وهذا ما يسميه الصوفية بالنور الإلهي أو بالبصيرة أو بنور البصيرة أو ما شبه ذلك. وفي هذا الإطار يقدم زنون المصري التأسيس الأول لما يمكن أن نسميه مستقبلا لدى الصوفية بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة لدى الصوفية. ويقول زنون المصري في هذا الإطار عبارة في منتهى الأهمية: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي. الله الله. أي أننا عرفنا الله بالله. صحيح. من خلال أن الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا الطرق بمعرفته بعد أن خلقنا. ولكن زنون المصري أيضا يشترط شرطا بسيطا قبل أن يعرف الإنسان الله، وهو أن يعرف الإنسان نفسه التي بين جنبيه. ولذلك يقول أيضا: من عرف نفسه عرف الله ربه. صحيح. فإن كنا جميل. لا نستطيع أن نعرف أنفسنا، وإن كنا لا نستطيع أن نعرف النفس التي بين جنبينا، فكيف بنا أن نعرف الله؟ فبالتالي وهي من أصعب الأمور أن تعرف نفسك طبعاً، وأن تكون صادقاً طبعاً في هذه المعرفة مع ذاتك. هذا سيدخلنا لدى المتصوفة لمفهوم في منتهى الأهمية، وهو مفهوم المجاهدة. ومفهوم المجاهدة أي أن الإنسان يجاهد النفس الأمارة بالسوء، يجاهد عيوب النفس. فالمتصوف والزاهد يسعى إلى اكتشاف عيوب الذات، عيوب النفس، من أجل إصلاح هذه العيوب. صحيح. اسمح لي أستذكر في هذا الأمر العبارة الشهيرة للإمام الحسن البصري. الإمام الحسن البصري يقول: أنا من نفسي في نفسي في جهاد، فإذ بي أكتشف عيبا فأصلحه حتى أكتشف عيبا آخر. يا ابن آدم لتنشغل بنفسك ولتترك غيرك. الله جميل. فلينشغل الإنسان باكتشاف عيوب نفسه وتصحيح هذه العيوب. جميل. أنا أود أن أنوه إلى كتابك مفهوم المحبة في تاريخ التصوف من اللغة إلى التجربة، وهو كتاب يعني صادر بالتعاون والاشتراك مع المستشرق الإيطالي دكتور جوزيبي سكاتولين. أولا
يعني أريد أن أعرف، ليس هذا هو الكتاب الأول الذي تتعاون فيه مع سكاتولين، فلماذا كررت التجربة معه؟ وأهم النتائج والمستخلصات والمفاهيم التي خرجت بها من خلال هذا الكتاب مع المستشرق سكاتولين. أشكر حضرتك على السؤال. في وهو الحقيقة ترجم لثلاث لغات هذا نشر الكتاب، بثلاث لغات نشر الكتاب بعنوان الحب، مفهوم المحبة في التصوف الإسلامي من اللغة إلى التجربة. تمام. هذا الكتاب نشر في روما في ثلاث لغات، اللغة الأولى هي اللغة العربية والفرنسية والإيطالية. جميل. فكل نص في الكتاب مقدم بثلاث لغات في ذات الكتاب. طبع هذا الكتاب طبعة وحيدة في المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما بالفاتيكان. جميل. في الحقيقة هذا ليس كما ذكرت حضرتك، هذا ليس هو التعاون الأول الأول في العمل البحثي مع الأستاذ الدكتور جوزيبي سكاتولين. سبق لنا أن قدمنا معا عدة كتب وعدة بحوث، لعل أشهرها كتاب التجليات الروحية في الإسلام، وكتاب الكتاب الذي تناولنا فيه المتصوف عبد الملك الخركوشي، الأبعاد الصوفية عند عبد الملك الخركوشي، وقدمنا أكثر من 10 بحوث مشتركة نشرت بلغات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. نعم، ولجوزبي اسكاتولين عدد آخر من الكتب، صحيح، منها ديوان صحيح، ابن الفارض، صحيح، قراءات صحيح، لنصه عبر له التاريخ، تحقيقه المميز والفريد التائية لديوان الكبرى. عمر بن الفارض، نعم. وله أيضا تحقيقه المميز والفريد لشرح عفيف الدين التلمساني لقصيدة التائية الكبرى التائية لعمر الكبرى بن لابن الفارض، الفارض، وله وربما كتاب تأملات في التصوف الذي يلخص أفكاره هو كتاب تأملات في التصوف والحوار الديني. نعم. وفي الحقيقة تعلمت من الأستاذ الدكتور جوزيبي سكاتولين الكثير والكثير، هو مستشرق إيطالي، نعم، ومقيم وكان في لي مصر. شرف، ويقيم في مصر نعم من نصف قرن تقريبا، نعم نعم بشكل شبه كلي، 6 أشهر كل نعم عام يقضيها في القاهرة، وستة أشهر في روما للتدريس في إيطاليا، وبالتالي هو أصبح مصري المقام. طبعا التعاون معه التعاون ومفهوم معه المحبة، بدأ بأنه أشرف على رسالتي لدرجة الماجستير والدكتوراه. معنا غلاف كتاب من كتب المستشرق جوزيف سكاتولين، تأملات في التصوف والحوار الديني. هو بالفعل أستاذ بما تعنيه كلمة أستاذ، وحقيقة الأمر من خلال التعاون الأكاديمي معه أنا أستفيد الكثير والكثير من خبرته في دراسة التصوف الإسلامي، خاصة أنه يقرأ التصوف الإسلامي من مصادره الأصلية. جميل جميل. وهذه نقطة في منتهى الأهمية، هو لا يعتمد على الدراسات الغربية في التي كتبت عن التصوف رغم أهميتها، لكنه يعود إلى أمهات الكتب الصوفية، يعود إلى النصوص الصوفية ذاتها، وبالتالي يعتمد على النصوص الصوفية الأصلية. جميل. كذلك لديه تمكن كبير من المناهج العلمية الحديثة والمعاصرة المستعملة في الغرب، وهذا أمر في منتهى الأهمية، نحتاج إليه كباحثين مصريين في الاعتماد على المناهج المعاصرة في دراسة التصوف الإسلامي. في الكتاب الذي أشرت إليه حضرتك، هو يعتمد على سبيل المثال على المنهج السيمانتيقي في دراسة نص كتب من أكثر من 1000 سنة. نعم. فبالتالي هو يعتمد على منهج معاصر في إعادة قراءة نص صوفي كتب من 1000 عام من أجل اكتشاف هل سيساعدنا هذا المنهج في اكتشاف أفكار ومفاهيم لم تكن مكتشفة في هذا الكتاب. وأنوه أيضا إلى أن الأستاذ الدكتور جوزيبي سكاتولين كان ضيفا أكثر من مرة في صحيح. برنامجكم الجميل حكايات من التراث. كان لي الشرف في هذا. إذن سنذهب إلى فاصل، بعده سنتعرف على أهم الأفكار والنتائج والمستخلصات الخاصة بمفهوم المحبة عند الصوفية، هذا الكتاب، بعد هذا الفاصل. بحاجة
زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. بعيد الترحيب بدكتور أحمد حسن أستاذ الفلسفة الإسلامية. الأشهار الصوفية كثيرة، وكنا عرضنا نتائج من كتاب حضرتك مع صحيح، وكل ما سنقدمه استكمالا لهذه الحلقة لنتائج هذا الكتاب، لنتائج هذا الكتاب والنصوص التي اكتشفناها من التراث الصوفي باللغة العربية. وفي الحقيقة كان أمر رائع أن تقدم هذه النصوص أيضا في لغتين أوروبيتين للقارئ الأوروبي، لأن هذه النصوص نشرت في هذا الكتاب باللغة العربية وترجمت إلى اللغة الإيطالية واللغة الفرنسية بذات الطبع. هل كان سهلا ترجمة أشعار مثلا عمر بن الفارض في الفرنسية؟ أمر في منتهى الصعوبة والإيطالية. أمر في منتهى الصعوبة. وفي الحقيقة الأستاذ الدكتور جوزيبي سكاتولين بذل جهودا جبارة بالتعاون مع باحثين أوروبيين آخرين. وهقول لحضرتك على مفاجأة يمكن تعلن للمرة الأولى من خلال منبر برنامجكم حكايات من التراث. كتاب التجليات الروحية في الإسلام تم ترجمته للغة الإيطالية كاملا، وهو كتاب ضخم يقدم 40 شخصية صوفية إلى اللغة الإيطالية. والأسبوع الماضي راجعت البروفة النهائية للناشر، وسيكون هناك حفل توقيع للطبعة الإيطالية لهذا الكتاب في شهر يوليو المقبل في مدينة باليرمو. فبالتالي هذا الكتاب الذي قدم 40 شخصية صوفية من القرن الأول الهجري حتى نهاية القرن السابع الهجري سيكون متاح للقارئ الإيطالي. سيكون لنا بالتأكيد لقاء آخر معكم لنحتفل ونحتفي ونناقش أثر وردود أفعال الكتاب على القارئ الآخر أو القارئ في إيطاليا وفي العالم. صحيح، وسأعود إلى المحبة، لأني في الحقيقة ما قلته لا ينفصل عن هذا الأمر، لأن القارئ الأوروبي هو ليس على دراية تامة بأن الحياة الروحية في الإسلام عميقة وعظيمة. وهذا ما كتبه المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين في مقدمته للترجمة الإيطالية، أن الحياة الروحية في الإسلام ليست مقصورة على المسلمين فحسب، وإنما هي تراث إنساني للبشرية جمعاء، ويجب أن يستفيد منها كل البشر بمختلف اللغات والأعراق والحضارات والأديان. أما إذا عدنا إلى مفهوم الحب عند الصوفية، الحب أو مفاهيم أو مصطلحات الحب عند المتصوفة، فنظرا لضيق الوقت سأعرض بشكل سريع بعض الأفكار التي ظهرت في القرن الثالث والرابع، القرنين الثالث والرابع الهجريين، بعد أن نشأ التصوف وتحول إلى أن يكون قائما على الحب في القرنين الأول والثاني الهجريين. سنجد أن مصطلح المحبة والأفكار المرتبطة بالحب ستتطور وستزدهر أكثر فأكثر. فعلى سبيل المثال سنجد متصوف شهير جدا، وهو المتصوف الجنيد البغدادي والملقب بتاج العارفين أو طاووس الفقراء، يقدم لنا عبارة في منتهى الأهمية في المحبة: نيران المحبة إذا اتقدت في قلوب المؤمنين تحرق كل هم غير الله. الله الله. وإذا انتقلنا إلى متصوف آخر هو شبه مجهول، وهو المتصوف عبد الملك الخرقوشي من صوفية القرنين الرابع والخامس الهجريين، نجده يقدم قولين في المحبة. القول الأول: المحب لا يريد الدنيا ولا الآخرة، وإنما يريد مولاه من مولاه. الله الله. هذا التجرد، هذا التجرد في الحب، يعني هو التجرد. هو لا طمعان في جنة ولا ولا خائف من نار، ولكنه عاشق لله. هذا التجرد. ونجده يقدم قولا آخر في الحب: الحب من تعليم الحق لا من تعليم الخلق. الله. هذه الأفكار ستتطور كثيرا كثيرا. اليوم في الحقيقة استمتعت بالكلام بمكالمة تليفونية طويلة مع الأستاذ الدكتور أحمد الجزار، وهو من أهم وأشهر الدارسين للتصوف الإسلامي في العالم العربي، وصاحب كتاب مهم، كتاب الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي. لأن هذه الأفكار كما أوضح الدكتور الجزار في كتابه أخذت تتطور لدى ابن عربي
ليقدم لنا ابن عربي ثلاث مفاهيم أو ثلاث مراحل أساسية للحب. وبمصطلحات ابن عربي التي أوردها الدكتور الجزار في كتابه ودراسته، الحب الطبيعي، الحب الروحاني، الحب الإلهي. ما الفارق بين هذه المستويات الثلاثة لدى ابن عربي؟ الحب الطبيعي أن يقدم الإنسان على حب شيء ما لغرض في نفسه أو لغرض في ذاته. أما الحب معنى المسجد النبوي الروحاني فهو قائم على التجرد من الغرض. أما الحب الإلهي فهو أعلى من هذا وذاك، كما أنه يجمع ما بين الطبيعي والروحاني. فالإنسان يحب الله طبعا في الجنة، لكن هناك من يحب الله لذات الله سبحانه وتعالى. تمام. وهناك تمام. قول مهم جدا يقوله أحد المتصوفة أبو القاسم النصربازي حينما تحدث عن الحب، فقال: فناؤك عن الكونين ليبقى مكونهما. فناؤك عن الكونين ليبقى مكونهما، المقصود بالكونين هنا الدنيا والآخرة، ليبقى مكونهما وهو الله سبحانه وتعالى. الجميل في الأمر أن محي الدين ابن عربي يشير إلى أمر في منتهى الأهمية أيضا في الحب الإلهي، أن هذا الحب الإلهي ليس مقصورا على الرجل دون المرأة، ولكنه يستحضر من التراث الصوفي بذكاء الأشعار والأقوال التي قدمتها رابعة العدوية، خاصة حينما قالت الأبيات التي قمت سيادتك بتقديمها في هذه الحلقة: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهلا لذاك. هي ذات التقسيم التي سيقوم محي الدين ابن عربي في شرحها أكثر وأكثر، وهي التفرقة بين الحب الطبيعي والحب الروحاني ثم الحب الإلهي. ماذا عن مراحل الحب الصوفي التي نسمع عنها، الاتحاد والفرق والاتحاد والدم. عمر بن الفرد. عمر بن عمر الفرد. بن الفرد. نعم. عمر بن الفرد. عمر بن الفارض سلطان العاشقين لديه لم يقدم لنا عمر بن الفارض إلا الديوان اللي حضرتك عرضته منذ قليل، التائية الكبرى. من ضمن ما نجده في هذا الديوان القصيدة الأشهر من قصائد عمر بن الفارض، وهي قصيدة التائية الكبرى. وبالمناسبة قصيدة التائية الكبرى هي أطول قصيدة شعرية في الشعر الصوفي الكلاسيكي. وحينما نقول الكلاسيكي أي حتى القرن الثامن الهجري، لأن عدد هذه الأبيات 761 بيت. لن أطيل في المقدمات عن القصيدة وعن عمر بن الفارض. عمر بن الفارض بيقدم لنا ثلاث مراحل أساسية في تجربة الحب. هذه المراحل هي كما حضرتك أشرت: الفرق، الاتحاد، الجمع. الفرق، حينما سنجد أبيات شعرية في قصيدة التائية الكبرى يستعمل فيها عمر بن الفارض ضمير المتكلم أنا وضمير المخاطب أنت. أنا، أنت، أنا، هي، أنا، هو. فهناك حالة من الثنائية، هذه الثنائية يمكن أن نعبر عنها بمرحلة الفرق. شيئا فشيئا ستختفي هذه الثنائية من قصيدة التائية الكبرى، وسنجد ظهور مصطلحات أخرى تحل محل هذه الثنائية: أنا إياها، هي إيايا. وبذلك حدث نوع من الاتحاد بين عمر بن الفارض أو بين الشاعر وبين ضمير، بدلا من أن كان يستعمل ضمير المخاطب أنت أو هو، أصبح أنا إيايا، أنا إياها، هي إيايا. فحدث خلط بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب. لنجد المستوى الأعلى وهو مستوى الجمع عند عمر ابن الفارض. وفي هذا المستوى سيحدث نوع من الجمع بين المتصوف نتيجة دخوله في حالة الاندماج التام بينه وبين كل المخلوقات. فهو يدخل في حالة اندماج كلي مع الطبيعة، وبذلك ستسقط من ابتداء من هذا المستوى ستسقط كافة المفاهيم التي تعبر عن الثنائية. لأن عمر بن الفارض طبقا لأفكاره الصوفية يرى أنه مدام الحب
كان بين طرفين فهناك ثنائية، وهو يريد أن يتجاوز هذه الثنائية من أجل الدخول الوحدانية، في حالة الجمع. الجمع. وهناك بيت شعري رائع في الحقيقة لعمر بن الفارض، اسمح لي أن أذكره، يقول: فنى الحب، فنى الحب، ها قد بنت عنه بحكم من يراه حجابا، فالهوى دون رتبتي. الله الله. إذا كان هناك حب قائم على الثنائية، فإن عمر بن الفارض يرى أن هذا الحب حجاب وهو دون رتبته الصوفية. بالتأكيد ظلت أشعار عمر بن الفارض مصدر استلهام لعدد كبير من المفكرين، للدرجة أن أصبح لدينا في الوقت الراهن ما يمكن أن نسميه بالمكتبة الفارضية، أي الكتب والشروح التي كتبت عن ديوان عمر بن الفارض ابتداء من القرن السادس الهجري، من القرنين السادس والسابع الهجريين حتى الآن. مكتبة ضخمة، لو وضعنا هذه الكتب متلاصقة في مكتبة لأصبح لدينا بالفعل مكتبة في الشرق تسمى بالمكتبة الفارضية، التي ذهبت إلى شرح أبيات عمر بن الفارض. وأصبح أيضا لدينا المدرسة الغربية التي قامت بدراسة عمر بن الفارض، لدرجة أن لدينا دراسات عن ابن الفارض في أوروبا من 300 سنة. رائع. أكثر من 20 دراسة عن عمر بن الفارض و رؤيته في الحب الإلهي. إذن يعني لكي نوجز ونجمل، سنذهب أولا إلى فاصل، بعده سنعود مع الدكتور أحمد حسن لنسأله عن الحلاج وعن العشق إلى حد الموت بعد هذا الفاصل. بنعود لحوارنا حول مفهوم الحب الصوفي مع دكتور أحمد حسن، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة بورسعيد، الأستاذ الزائر أيضا بجامعة كومينيوس بسلوفاكيا. الحقيقة يعني الحوار حول مفهوم الحب الصوفي أكبر بكثير من فقرة ومن ساعة ومن حلقة، يحتاج إلى ساعات لتفاصيله الدقيقة ولشروحه الكثيرة. صحيح. ولأموره المتعددة، وربما
يعني لا يمكن أن نغفل الحلاج والسهروردي وهؤلاء الذين يعني سواء قتلوا بسبب آرائهم العاشقة أو كانت تكئة لخلافات سياسية، ولكنهم ضحوا بأرواحهم من أجل الفناء في الإله، وهو عكس ما كتمه الشبلي الذي استفاد من سيرة صاحبه الحلاج في كتمان هذا العشق حتى لا يظهر للجميع وحتى لا يؤذى يعني. فهل يساوي ذاك الذي وهبته دمك؟ هل يساوي دمك؟ هنا يعني أعود إلى تعليق من حضرتك عن الحلاج، ثم عن كيف تفيدنا الصوفية ومفاهيمها عن الحب في نبذ العنف والتطرف. أوكي، سأشير سريعا إلى الحلاج. في الحقيقة المصادر التاريخية التي وصلتنا عن الحلاج تجعلنا أمام مجموعة من التساؤلات التي لا نستطيع أن نحسم بإجابة عنها، لكن هناك تعليقات للمتصوفة عن الحلاج أنه من فرط عشقه أعلن هذا العشق وهذا الحب الذي يعتبره بعض المتصوفة سر بين العبد وربه. من المفارقات أن للحلاج بيتا شعريا غريبا: من أطلعوه على الأسرار فباح به فباح بها، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبدلوه ما كان به من أنس فاستبدلوه ما كان الأنس إحاشا. الغريب في الأمر أن الحلاج الذي باح بفرط حبه لله هو الذي قال هذا البيت. وهناك عدد كبير من أئمة التصوف الذين سئلوا تاريخيا عن الحلاج، فأستذكر منهم على سبيل المثال المتصوف عبد القادر الجيلاني وأيضا الشبلي. قال هؤلاء، قال الجيلاني تحديدا: لو أدركته لأخذت بيده، لأخذت بيده، لأن هذه التجربة هي تجربة ذاتية في الحب. أما للشق الآخر من السؤال، كيف يؤدي الحب الإلهي أو الحب عند صوفية الإسلام إلى إحلال السلام ونبذ العنف والتطرف والتعصب؟ ذلك سيكون نتيجة. بمعنى، كما ذكرنا، المتصوف لديه حالة من حالة المجاهدة للذات، حالة من المجاهدة للنفس، لأنه يهدف إلى الوصول إلى حب الله سبحانه وتعالى، وسينتج عن هذا الحب لله أن ينعكس هذا الحب على كافة المخلوقات. فبالتالي للتصوف دورا إيجابيا في الارتقاء بالفرد على الصعيد الأخلاقي أولا، ثم على مستوى القيم الروحية ثانيا. حينما ينهض الفرد أخلاقيا وروحيا، فبالتأكيد سيؤدي ذلك إلى نهوض المجتمع، لأن المجتمع مكون من مجموعة من الأفراد. ولنا أن نتذكر أن الطرق الصوفية على مدار الخمسة قرون الأخيرة كان لها إسهامات جبارة في تربية الفرد على الصعيد الأخلاقي، وأيضا دعم الإنسان على المستوى الروحاني أو من منظور القيم الروحية. فبالتالي هذه الأفكار بالتأكيد ستؤدي إلى رفض التعصب. والعنف هو نتيجة لزومية للتعصب، إذا وجد التعصب وجد عنف. فبالتالي التصوف هو جدار وحائط صد حقيقي ضد التعصب أولا، ومن ثم ضد الحب، ضد العنف، لأنه يؤسس لفلسفة الحب. نعم. ولا يمكن أن نتخيل أن من يؤسس لفلسفة الحب يقبل بأفكار التعصب أو التطرف أو ما شابه ذلك، وتاريخ التصوف أكبر شاهد على ذلك. الحقيقة جوهر الأديان السماوية بالفعل هو الحب. عندما تحب تسمو، وعندما تسمو تترك دهن الدنيا وتحلق بروحك في فضاءات واسعة، ولا تتكالب على مصالح ومغانم دنيوية، فيصلح الكون وتصلح أنت، ويصلح الكون بصلاحك، ويصلح الارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالحب عند الصوفية هو حالة من حالات ترك الدنيا من أجل المحبوب الأعلى والأسمى، وهو الله سبحانه وتعالى، لا طمعا ولا خوفا، ولكن عشقا وحبا وفضلا
واعترافا بجمائله وبنعمه التي لا تعد ولا تحصى. إذن نصل بهذه العبارات الجميلة مع الدكتور أحمد حسن أستاذ الفلسفة الإسلامية والأستاذ الزائر بجامعة كومينيوس بسلوفاكيا إلى نهاية هذه الفقرة، وعلى وعد بحلقات أخرى. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك ولفريق الإعداد في البرنامج وللسادة المشاهدين الكرام، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. بعد الفاصل تأتيكم الزميلة سهى النقاش وحكايات من التراث، يتواصل معكم. من ترى وقمت أناجيك، يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نرى، خفايا القلوب ولسنا نراك، أحبك حبين حب الهوى، أحبك حبين حب الهوى، وحبا لأنك أهل لذاك، وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست أرى الكون حتى أراك، فلست أرى الكون.